بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور حسني قطب طه، أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري والقسطرة التداخلية بكلية طب الإسكندرية. الحقيقة أنا اتسألت على سؤال الإجابة عليه بيتطرق إليها ناس كثيرين جدا، ايه هي امراض الاوعية الدموية او ايه هو تخصص الاوعية الدموية؟ التخصص الاوعية الدموية هو التخصص الذي يشمل امراض الاوعية الليمفاوية وامراض الدوالي وامراض الشرايين. السؤال، هل هناك عنصر وراثي في هذه الاوعية الدموية؟ هناك في عنصر وراثي. العنصر الوراثي ده ممكن يبقى موجود في الأوعية الليمفاوية، بيتمثل في تورم الساقين، وممكن يتوصل أيضا في تورم ساق واحدة وهو ما يطلق عليه مرض الفيل أو داء الفيل. وهناك عنصر وراثي في الأوردة يتمثل في دوالي الساقين أو الجلطة المتكررة في الأوردة العميقة. وهناك أيضا عنصر وراثي في الشرايين، أمراض الشرايين يتمثل في تصلب الشرايين. ولكن لكي أطمئن الناس، هذه الأمراض الوراثية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا جدا. كيفية الوقاية من هذه الأمراض ومضاعفتها يتمثل في القول أو القول المأثور: الوقاية خير وسيلة من العلاج. هو الاكتشاف المبكر لمثل هذه الأمراض والتعامل معها بالمتابعة الدقيقة مع المتخصصين في جراحة الأوعية الدموية. ونتمنى لكم السلامة دائماً.